السلام عليكم، معكم زيرو منصوري، 34 سنة، ممارس لرياضات الكيك بوكسين ومواي تاي في مدينة صفرو. بالنسبة لهذه الرياضة هذه فأنا مارسها من سن 14 سنة، من 14 سنة وأنا كنمارس هذه الرياضة. كما قلت بنادم كما العادة ولا كما ديما الإنسان كيتحدى واحد الصعوبات اللي هما، ولكن الحمد لله بعض الأصدقاء اللي دعموني، يعني الوالدة اللي دعمتني ماديا والأصدقاء معنويا أيضا، فالحمد لله دخلت المجال البطولات ودخلت هذا، فحرصت على 4 ميداليات على الصعيد الوطني، فوزنا 57 كيلو، جوج في رياضة السافات وجوج في رياضة المواي تاي، فخط مجال الاحتراف في دولة الإمارات العربية المتحدة 4 مباريات احترافية كلهم فائز فيهم، جوج بضربة قاضية وجوج بالنقاط. شنقول لك، مجال تدريب عندي شواهد، مجال تدريب حاصل على حزام أسود درجة 2، كل هذا الشهادة إلى آخره وبعض الشهادات الأخرى. بالنسبة للموجة ديال التحديات فأنا نحاول ندخل مع هاد الناس هادو في هاد الموجة ديال التحديات وفي هاد الأمور هادي، كصيفتي بطل قديم وكصيفتي مدرب كنقول عادي ندخل وكنتحدى أي واحد، واللي بغى شي تحدي مرحبا به، وكنقبل التحديات اللي هما بشكل نظيف وبدون مال وبدون قمار، يعني ما كنقمر ما والو، كنتحدى بتحدي نظيف إن شاء الله، والأمور على ما يرام. تبارك الله عليك.